طلاب الأعزاء في مسار مناهج البحث العلمي، مرحبا بكم في الوحدة رقم 12 اللي هي بتختص في موضوع الـ measurement of variables, scaling, reliability and validity. وهذا موضوع كثير مهم وحكينا عنه في الوحدة رقم 11، وهي تكمل لما ناقشنا فيما يتعلق بتصميم الاستبانات. فمهم أن يكون في عنا استخدام جيد لأدوات القياس، وكذلك نتأكد أن الأدوات التي نستخدمها في تصميم الاستبانة تتجمع فيها اللي هي معايير المصداقية والموثوقية. فهذا موضوع كثير مهم، ورحين نخصص الجزء الأول من هاي المحاضرة لموضوع اللي هي من هاي الوحدة لموضوع السكيلينج، والجزء الثاني راح اناقش فيه موضوع اللي هي الريلايبيليتي والفاليديتي. زي ما حكيت المحاضرة هاي راح ركز فيها على السكيلز اللي هي ادوات القياس. حكينا ممكن في محاضرات سابقة عن الموضوع بشكل سريع، هاي المحاضرة راح نتوسع اكثر في موضوع شو يعني سكيل. لو تيجي على القاموس وتشوف معنى اللي هي كلمة سكيل باللغة العربية راح تشوف انها معناها ميزان، سكيل ميزان. بس هون تعتبر في مناهج البحث العلمي او في البحث العلمي سكيل اللي هي اداة للقياس. هلا بتذكرين انه في المتغيرات لما حكينا عنهم قلنا انهم نوعين، نوع سبجكتيف ونوع اوبجكتيف. الاوبجكتيف قلنا انه ممكن يقاس بشكل سهل، لأنه ممكن نحوله بشكل سريع لأرقام، مثلا الوزن. في أداة جاهزة لقياس الوزن اللي هي من خلال ميزان اللي بقيس من خلال اللي هي وحدة القياس الكيلوغرام مثلا. أو ممكن نيجي نحكي عن الطول، في عندك وحدة قياس اللي هي السنتيمتر. أو السرعة لما نيجي نحكي عن الكيلومتر. إذا في هناك أدوات جاهزة، هذول كلهم بسموهم أوبجكتيف. هلا في بعض المتغيرات صعب إنك تقيسها بشكل مباشر، ليش؟ لأنه المتغير بعبر عن سلوك. مثلا لما نيجي نحكي عن اللي هي الكاستمر ساتسفاكشن، سلوك المستهلك أو رضا المستهلك، أو الإمبلوي ساتسفاكشن، رضا الموظف، أو الأورجنايزيشنال كوميتمنت. إذا هاي المتغيرات صعب إنه نقيسها من خلال أداة جاهزة أو وحدة قياس جاهزة، وبهاي الحالة لازم نصمم اللي هي وحدة هاي وحدة القياس. فعشان هيك مهم إنه نتعرف شو يعني اللي هي وحدات القياس، وشو الأساليب المختلفة لقياس المتغيرات الموجودة في مناهج البحث. فالسكيل بيمكننا انه to assign numbers to attributes of objects we need a scale. اذا to assign number to attribute of objects، في المحاضرة اللي فاتت قلنا لما نصمم الاستبيان احنا بنجمع بيانات عن objects. الobjects قلنا ممكن تكون شخص، ممكن تكون وحدة داخل شركة، ممكن تكون الشركة نفسها، ممكن تكون دولة، نجمع عنها معلومات. والاتريبيوتس هي عبارة عن البيانات او المعلومات اللي احنا بنجمعها عن هذا الشخص او عن هذه الوحدة او عن هذه الشركة. هلا بكفيش انه احنا نجمع هاي المعلومات، عشان نقدر نحلل لازم نحول هاي الاتريبيوتس لارقام، وهاي الميزة اللي بنحصل عليها احنا من ادوات القياس، انه كل اتريبيوت ممكن انا احطها برقم. اذا في هاي الحالة حولت السلوك الغير قابل للقياس إلى سلوك غير قابل للقياس من خلال أني أنا بعمل assignment لنمبر لهذا المتغير. أنه مثلا على أداة قياس من 1 لـ 7 حدد لي كم أنت راضي أو غير راضي. فلاحظ أنه أنا بعبر عن السلوك الرضا أو عدم الرضا من خلال أداة للقياس من 1 إلى 7، بمعنى 1 مثلا غير راضي بالشدة و7 راضي بالشدة. إذا السلوك في هاي الحالة حولته إلى أرقام، حولته من إشي نوعي إلى
من متغير نوعي إلى متغير كمي، أي يمكن أن أقيسه من خلال الأرقام. وبالتالي هذا بسهل علي لاحقا لما بدي أجي أعمل تحديد إنه هاي الأرقام بدخلها على برامج البحث العلمي، وبالتالي بقدر أعمل تحليل إحصائي وأطلع بنتائج. فالسكيل عبارة عن mechanism by which individuals are distinguished as how they differ from one another on the variable of interest. A tool or mechanism هي أداة وسيلة من خلالها ممكن إنه نحدد قديش الأفراد بيختلفوا عن بعض من خلال الأجوبة اللي بيجاوبوها على متغير معين ذا اهتمام بالنسبة لهم. Example اللي هي consumer attitudes towards soft drinks، اللي هي قديش في عندنا توجه نحو اللي هي المشروبات الخفيفة. Develop scale items or questions. Decide in a scale that allow us to assign numbers to the attribute attitudes towards soft drink consumption of our object اللي هم ايش؟ consumers. إذا أنا معني إني أعمل استبانة من خلالها أحدد قديش الزبائن في عندهم رغبة في شرب المشروبات الخفيفة أو هاي الرغبة مش موجودة. إذا في هاي الحالة أنا مضطر إني أعمل مجموعة من الأسئلة اللي من خلالها بقدر أنا أعرف توجهاتهم فيما يتعلق بالمشروبات الخفيفة، العصائر، الكوكاكولا، البيبسي وغيرها. فلازم في البداية نختار اللي هي أداة القياس ونحط على هاي الأداة أرقام. هاي الأرقام بتشكل اللي هي توجه الزبون أو الفرد فيما يتعلق بشرب اللي هي أو في استهلاك المشروبات الخفيفة. فالتركيز هون راح يكون على الكونسيومر اللي هو الأوبجكت، والأسئلة اللي راح أحطها اللي هي راح تكون موجهة نحو اللي هي الاتيتيودز اللي هي توجهات هذا الزبون في استهلاك المشروبات الخفيفة. ففي هاي الحالة ممكن إنه الاستبانة اللي إحنا نطورها أو الأسئلة اللي إحنا نطورها نقدر من خلالها نميز الزبائن من خلال إنهم بفضلوا هاي المشروبات favorable أو unfavorable. جزء منهم بيحبوا هاي المشروبات الخفيفة وبيستهلكوها بشكل دائم، وجزء ما بيحبها واستهلاكهم لإلها بكون نادر. فممكن في هاي الحالة أنا أجي أعمل إشي رايحين نشرح عنه كمان شوي اللي هو Likert Scale. فالLikert Scale designed to evaluate how strongly a person agree or disagree with a statement. مثلا كديش أنت طبعا تتوافق أو تتعارض مع جملة معينة. I enjoy having soft drink. هاي السؤال، أنا بكون بستمتع في استهلاك المشروبات الخفيفة. فلاحظوا كيف ممكن أحول هذا السؤال إلى أرقام عشان أقدر أقيس درجة التفضيل أو عدم التفضيل لاستهلاك هاي المشروبات. إذا ممكن أنا أجي أحط اللي هي أداة للقياس مكونة من 1 إلى 5، بحيث إنه 1 معناها strongly disagree وخمسة معناها strongly agree. إذا أنت عندك إدمان على المشروبات الخفيفة أكيد الجواب راح يكون عندك 5 strongly agree، إذا أنت ما بتستهلكها بتحط 1. هلا Likert scale، Likert بالنسبة للباحث اللي طور الاستباني اسمه الأداة القياس اسمه Likert. What is the meaning of 1, 2, 3, 4, and 5؟ هل بالLikert scale 1 و2 و3 و4 و5 إلهم معنى؟ Can we rank, for instance, 2 is more than 1؟
هل ممكن إنه إحنا نعمل ترتيب إنه 2 أفضل من 1؟ Does the scale allow to compare differences between objects؟ هل بإمكاننا إنه نعمل نقيم الاختلاف أو نقارن الاختلاف ما بين الأفراد؟ يعني difference between 1 and 2 is the same between 2 and 3؟ هل هذا الحكي صحيح؟ Does it allow us to calculate certain statistics؟ هل بإمكاننا إنه إحنا نعمل بعض الأمور الإحصائية tests اختبارات إحصائية للبيانات اللي إحنا جمعناها مثلا زي المين والستاندرد ديفيشن؟ كل هاي الشغلات رايحين نشرحها كمان شوي وبتعتمد بشكل كبير على إشي بسموه الميجرمنت سكيل أو سكيل اللي هي أداة القياس اللي إحنا إيش بنستخدمها. إذا أداة القياس اللي بنستخدمها بتحدد مجموعة من الأمور. الأمر الأول إنه هل في معنى للأرقام 1 2 3 4 إلى آخره، وهل إنه 2 أكبر من 1 في أداة القياس، وإنه المسافة بين 1 و2 أو 2 و3 متساوي أو لا. هاي نقطة كتير مهمة ورايحين نركز عليها كمان شوي. كمان إنه هل بأمكاني إني أعمل أنا إحصاء تحليل إحصائي لهاي الأدوات القياس، وأقدر أحسب على سبيل المثال الوسط الحسابي أو الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري أو المود أو الميديوم. كل هاي الأمور مهمة جدا وبتحدد أي نوع من أدوات القياس أنا لازم أستخدم، وبناء على شو اللي هي التحليلات الإحصائية اللي أنا بدي أعملها بتحدد برضو شو نوع الأداة اللي لازم أنا أستخدمها في جمع البيانات. إذن قبل شوي قلنا إنه كل هاي الأسئلة أنا بقدر أجاوب عليها من خلال نوع أداة القياس. أدوات القياس تنقسم إلى 4 أقسام رئيسية اللي هي nominal, ordinal, interval and ratio. لاحظوا عشان تميزوا في بينهم، لما تشوف كلمة nominal جاي من كلمة name. فكر في كلمة name يعني اسم، بالتالي الجواب هون بده يكون على شكل نوعي وليس كمي، وبالتالي النومينال صعب انك نعمل فيه اللي هي تعمل فيه تحليلات إحصائية. مثلا ممكن النومينال يكون انت ذكر او انثى، في عندك خيارين يا ذكر يا انثى. اكثر اشي ممكن نعمله هون التكرار فريكوانسي، يعني عدد الناس اللي جاوبت على الاستبيان كانوا 60% منهم ذكور و40% منهم نساء، بس بقدرش اجي اعمل الوسط الحسابي للذكور والاناث، ما بزبطش لانه في عندك ذكور واناث نقدرش نجمعهم مع بعض ونقسمهم، ما لهاش اي معنى. فالنومينال عادة بيعطيك جواب نوعي وليس جواب كمي، وإمكانية إنه نعمل تحليلات إحصائية بالنومينال سكيل محدود جدا. يعني أكثر شيء بقدر أعمله هو فقط اللي هي الفريكوانسي اللي هي التكرار. أوردينال جاي من كلمة أوردر، إذا في هون ترتيب. السؤال بطلب منك ترتب مجموعة من الخيارات بناء على التفضيل تبعك. بعطيك 10 أنواع من السيارات وبحكي لك رتبهم حسب البريفرنس، حسب اهتمامك، حسب تفضيلك. إذا هون برضو الإمكانية إنه نعمل تحليل إحصائي محدود. أكثر إشي ممكن أعمله اللي هو الميديم اللي هي الوسيط، أو المود اللي هي الإشي الأكثر تكرارا. ما بقدر أحسب اللي هي الوسط الحسابي أو الانحراف المعياري. أكثر شيء ممكن نعمل تحليلات إحصائية بدون أي قيود في اللي هي أدوات القياس اللي بتستخدم interval scale والratio scale.
الانترفال والريشيو تقريبا متشابهات، الفرق بينهم انه الريشيو بيستخدم صفر، بالانترفال سكيل ادوات القياس ما فيها صفر. رايحين كمان شوي نشرح عن كل وحده ونعطي عليها امثله في التفصيل. اول شيء اللي هي النومينال سكيل. نومينال سكيل is one that allows the researcher to assign subject to certain category or group. يعني الشخص اللي بيجاوب على الاستبانة ممكن أحطه ضمن مجموعة معينة، ذكور أو إناث، okay. أو categories مجموعات. فمثلا with respect to the variable of gender، زي ما قلت لكم respondents can be grouped into two categories male or female. فلما يجي الشخص يجاوب ممكن انا احط واحد معناها ذكر واثنين معناها مثلا ايش انثى. فاذا الناس الشخص اللي بحط واحد معناته هذا بعرف انه هو ميل، واللي بجاوب على الاستبانة بحط اثنين بعرف انه هذا ايش فيميل. These numbers serve as a simple and convenient category labels. هذول الأرقام ما لهمش أي معنى من ناحية رياضية أو إحصائية، فقط بتقول لي إنه هذا ذكر وهذا أنثى. ما بقدر أجمع هاي الأرقام، ما بقدر أعمل عليها أي تحليل إحصائي. هي فقط لعملية تسهيل إدخال البيانات على برامج التحليل الإحصائي. Other than assign respondents to one or two non-overlapping or mutually exclusive categories. The information that can be generated from nominal scale is to calculate the percentage. أو قلت لكم عنها الـ frequency، التكرار أو النسبة. مثلا كان في عنا 100 شخص قبل الاستبانة، 60 منهم ذكور و 40 إناث. هاي الـ frequency. أو ممكن أحكي 60% نسبة percentage ذكور و 40% إناث. الأوردينال جاي من order، إذا في عنا هون ترتيب. An order scale not only categorize the variable in such a way as to denote difference among various categories, it also rank order the categories in some meaningful way. إذا هون بتم الترتيب، إذا مش بس تصنيف حسب المجموعات، لا ممكن ترتب حسب التفضيل. With any variable for which the categories are to be ordered according to the some preference, the ordinal scale would be used. إذا إحنا لما بدنا ترتيب حسب الاهتمام، هنا أكيد راح أنت تضطر تستخدم الأوردينال سكيل لأنه الأوردر بالنسبة لإلك مهم. The preference would be ranked from best to worst مثلا، أو first to last. And number one, two, and so on. فمثلا أنا ممكن أحط لك 10 سيارات وأقول لك رتب لي إياها حسب اللي هي اهتمامك، من الأفضل واحد للأسوأ 10. ممكن أعطيك 10 مشروبات وأقول لك رتب لي إياها حسب تفضيلك، بحيث واحد يكون الأفضل وعشرة يكون إيش الأسوأ وهكذا. هنا معطينا مثال. Respondents might be asked to indicate their preference by ranking the importance they attach to five distinct characteristics in a job that the researcher might be interested in studying. Such question might take the following form. إذا لاحظوا التركيز هون إنه الباحث مهتم باللي هي الموظفين من خلال دراسة اللي هي مدى أهمية خمس عناصر أساسية في بيئة إيش العمل. فممكن في هاي الحالة إنه يحط السؤال كالآتي. لاحظوا اللي هي مهم جدا في عملية صياغة اللي هي السؤال، إنك توضح للي بيعبي الاستبانة السؤال مفهوم شو بطلب، معايير الجواب وهكذا. يعني لازم يكون في هناك مقدمة توضح شو المطلوب بالضبط. Rank the following five characteristics in a job in terms of how important they are for you. You should rank the most important item as one. معناته الإشي المهم واحد.
the next is 2 وهكذا. يعني اللي بعدها 2 واللي بعدها 3 واللي بعدها 4 إلى ما نصل لحد إيش 5. إذا في عندي أنا مهتم في بيئة العمل وفي 5 خصائص مهمة في بيئة العمل بدي أشوف مدى تفضيل الموظف لإيش لإلها. The opportunity provided by the job to 1 interact with other كديش في تفاعل مع الآخرين. Use a number of different skills استخدام مجموعة من المهارات. Complete a whole task from the beginning to the end إكمال نشاط من البداية وحتى النهاية. Serve others خدمة الآخرين. Work independently اللي هي العمل بشكل مستقل. فلاحظوا هون إنه التركيز ممكن يكون أنا كفرد بختلف عن الأفراد الآخرين، وإذا أنا كراني بدي أرتب هاي الأمور مثلا ممكن أنا أحط إنه أهم وحدة بالنسبة لإلي work independently واحد، هاي أهم نقطة. بعدين بحب التفاعل مع الآخرين interact with other بحطها 2. Use number of different skills هاي مهمة بالنسبة لي بحطها 3. Serve others خدمة الآخرين 4. Complete the task from beginning to the end 5. هلا لاحظوا انه لو في عنا 100 او 200 شخص داخل المؤسسة ممكن كل واحد يكون تفضيله مختلف، وبالتالي ترتيب هاي الاسئلة من شخص لشخص راح يكون بيختلف حسب تفضيل كل واحد بيشتغل في هاي المؤسسة. الاوردينال سكيل بيختلف عن النومينال سكيل من حيث انه مش بس احنا بنرتب أجوبة اللي بيجاوبوا على الاستبانة في مجموعات، لا برضو احنا بنمشي خطوة ثانية لقدام وبنحاول في هاي الحالة انه شو نعمل نرتب اللي هي أجوبتهم بناء على تفضيلاتهم. لكن في نقطة مهمة انه الفرق ما بين اللي هي الخيارات المتعددة ما بين مثلا 1 و2 و3 و4 من ناحية إحصائية ما يمكن أن يقاس. على سبيل المثال لو أخذنا اللي هي تحت في المثال اللي معطيكم إياه إنه طلبنا من شخص إنه يحط وكالات الأخبار المفضلة بالنسبة له، فمثلا أجي أحط بي بي سي رقم 1، سي إن إن رقم 2، 3 اللي هي جارديان، 4 معا، و5 القدس. لاحظوا انه اللي هي المسافة بين 1 و2 اللي هي كديش درجة الفرق ما بين البي بي سي والسي ان ان مش واضح بالنسبة لي، فبقول انه انا بحب بي بي سي اكتر من سي ان ان، بس كديش درجة الاختلاف بينهم مش واضح. نفس الاشي الكديش الفرق بين CNN والجارديان برضو من ناحية رياضية كديش درجة الاختلاف ما بين CNN والجارديان مش موجود. اذا هون بس اللي بقدر احصل عليه هو الترتيب حسب الافضلية، كديش درجة التفضيل ما بقدر. ولا يعني انه هون 1 و2 الفرق بينهم 1 وهنا 3 و2 الفرق بينهم 1 انه هذا الواحد له معنى، لا هنا بالاوردينال سكيل لا مش موجود. يعني انه الارقام هذول من ناحية رياضية ما لهم مش معنى، ما بقدر استخدمهم، بس بنستخدمهم لعملية اللي هي تحديد درجة الاختلاف والتفضيل لا اكثر ولا اقل. هلا بنيجي للي هي أداة القياس الثالثة اللي بسموها interval scales أو scale interval scale. The interval scale allows us to perform certain arithmetical operation. هنا بلش إنه ننتقل للعمليات الرياضية الحسابية عكس الإشي اللي موجود في اللي هو النومينال والأوردينال. هنا صار بإمكاني أحسب الوسط الحسابي، صار بإمكاني أحسب الانحراف المعياري، وبقدر أعمل اختبارات لفحص اللي هي الهايبوثيسز الافتراضات وغيرها.
where the nominal scale allows us only to quantitatively distinguish groups by categorizing them into mutually exclusive and collectively exhaustive sets. يعني بس بصنف بالنومينال الناس اللي بتجاوب على الاستجاب على الاستبانة لمجموعات زي ذكور أو إناث. والأوردنال سكيل بقدر أنا أعمل ترتيب حسب التفضيل. الإرتيرنال الانترفال سكيل بودينا أكثر وين بقدر أنا أقيس الديستانس between two points. إذا صفى في هناك فرق ذا معنى رياضي ما بين واحد واثنين أو بين ثلاثة وأربعة وبقدر أقيسه وبقدر أستخدمه لحساب اللي هو الوسط الحسابي أو لحساب اللي هي الانحراف المعياري. In other words, the interval scale not only group individual according to certain categories and taps their order of their groups, it also measures the magnitude. هنا المهمة كنا في واحد وبين واحد واثنين في الأوردينال ما لهاش معنى، هون بين واحد واثنين في الانترفال إلها معنى. ممكن أنا الأرقام هاي أجمعها، ممكن أقسمها، وممكن أحصل على الانحراف المعياري، ممكن أحصل على الوسط الحسابي. فهذا مثال على اللي هو interval scale. Indicate the extent to which you agree with the following statements as they relate to your job by circling the appropriate number against each using the scale given below. فلاحظوا انه في عنا واحد معناها strongly disagree وخمسة معناها strongly agree. اثنين disagree اربعة agree وبالبسط اللي هي محايد. Neither agree nor disagree. في عنا خمس أسئلة فيما يتعلق في بيئة العمل. The following opportunities offered by the job are very important to me. أول شيء اللي هي interacting with others. إذا أنت بتحب إنك تتفاعل مع الآخرين راح يكون جوابك يا أربعة يا خمسة. إذا أنت لا تحب أن تتفاعل راح يكون جوابك strongly disagree أو disagree اللي هي واحد أو اثنين. إذا أنت محايد بتحط إيش الجواب رقم ثلاث. Using number of different skills. إذا أنت بتحب بيئة العمل تعطيك مهارات متنوعة فالجواب راح يكون في هاي الحالة يا أربعة يا خمسة. بينما إذا أنت ما مهم هاي النقطة بالنسبة لك راح يكون الجواب لك واحد أو اثنين. Completing a task from beginning to the end. لاحظوا في هاي الحالة إذا أنت معني في اللي هي إكمال مهمة من البداية للنهاية راح يكون جوابك خمسة، بينما إذا مش معني بذلك راح يكون جوابك إيش؟ واحد أو اثنين. Serving others working independently the same. هلا لاحظوا إنه في هاي الحالة الـ interval scale اللي هي المسافة بين واحد واثنين هي نفسها المسافة بين اثنين وثلاث وهي نفسها المسافة بين ثلاثة وأربعة وأربعة وخمسة. إذا هاي المسافات متساوية وبهاي الحالة بقدر أنا إذا أوجد اللي هي الوسط الحسابي. فمثلا أنا عندي الشخص اللي جاوب على هاي الخمس أسئلة بقدر أنا أجمع إجاباته وأقسمها على على خمسة. أو إذا كان عندي 100 شخص جاوب الاستباني بقدر أنا أجمع الإجابات السؤال الأول وقسمها على خمسة بيطلع عندي الوسط الحسابي للسؤال الأول. وبقدر نفس الشيء أحسب الوسط الحسابي للسؤال الثاني وهكذا. وبقدر أحسب الانحراف المعياري لكل سؤال. فمثلا لو اجى اللي هو عندي من 100 واحد جاوبوا على الاستبانه طلعت اللي هي الوسط الحسابي أربعة. فمن هين بقدر اعرف انه معظم الناس اللي جاوبت على الاستبانه بتفضل انه يكون في هناك تفاعل مع الاخرين في بيئه العمل. لو جينا على السؤال الخامس اللي هي working independently وجيت انا حسبت الوسط الحسابي لمئة شخص طلع مجموع اللي هي أجوبة المئة شخص وتقسيم خمسة طلع الجواب عندي إيش؟ اثنين.
ففي هاي الحالة الأفراد ما بفضلوا اللي هي العمل باستقلالية في بيئة العمل، وبالتالي كانت أجوبتهم واطية إنهم ما بحبوا هاي النمط من العمل، فكان جوابهم معظمهم يا واحد يا اثنين، فالمتوسط الحسابي كان اثنين. فبالإنترفال سكيل مهم نعرف إنه المسافة ما بين المتغيرات ثابتة، واحد واثنين هي نفسها المسافة بين اثنين وثلاثة، ونفسها بين ثلاثة وأربعة، ونفسها بين أربعة وخمسة، وبالتالي في هاي الحالة بقدر أنا أحسب اللي هي الوسط الحسابي، بقدر أحسب اللي هي الانحراف المعياري. هلا هون توضيح أكثر على اللي هي الانترفال سكيلز، وهنا بركز على الإشي اللي حكيته في السلايد السابق، إنه المسافة ما بين المتغيرات، سوري، ما بين اللي هي الأدوات القياس أو الأرقام 1 2 3 4 5 هي واحدة ثابتة، وبالتالي هذا بمكنني إن أنا أحسب اللي هي الوسط الحسابي والانحراف المعياري. هلا هين بحكي لك بما إنه إحنا بنقدر إنه نحسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري، وبما انه بنقدر نعمل عمليات حسابية أخرى، فالمزايا الموجودة في الانترفال سكيل بتكون أعلى وأفضل من اللي هي الأوردينال ومن النومينال سكيلز، وبالتالي هي أكثر استخداما في البحث العلمي، وخصوصا لما أنا أكون معني في عملية التحليل الإحصائي. فعمليا اختيار أدوات القياس مهم جدا بناء على الإشي اللي أنت بتحاول تعمله. إذا أنت بتحاول تقسم الناس لمجموعات في هاي الحالة النومينال، إذا بتحاول إنك أنت تعرف تفضيلاتهم تختار الأوردينال سكيل، إذا بتحاول إنك أنت تعمل عمليات حسابية وتشوف درجة التفضيل وحدة التفضيل، لا هون بدنا نستخدم اللي هي الانترفال سكيل عشان احسب انا التباين واحسب الانحراف المعياري واحسب الوسيط. هلا اخر اداة للقياس اللي هي الريشيو سكيل. الريشيو سكيل تختلفش بشكل كبير عن اللي هي الانترفال، الشيء الوحيد زي ما شفنا في الانترفال سكيل، شفنا انه في عندنا ادوات قياس من 1 لـ 5 او من 1 لـ 7. في الريشيو سكيل لا، ممكن نبلش أداة القياس من الصفر، وبالتالي ممكن يكون في نقطة انطلاق، ونقطة الانطلاق هنا هي الرقم صفر. أكثر إشي يعني ممكن يكون مثال واضح للريشيو سكيل اللي هو ميزان الحرارة. فلاحظوا الميزان الحرارة فيه اللي هي النقطة صفر، وفي علامات أو درجات حرارة فوق الصفر، وفي درجات حرارة تحت الصفر، فهذا بسموه ريشيو سكيل. فهاي بميزي على الانترفال، لأنه بالانترفال سكيل إحنا بنحط نقطة انطلاق عشوائية، واحد ممكن تكون اثنين ممكن تكون ثلاثة زي ما بدك، لكن بالريشيو سكيل عادة بننطلق من اللي هي الزيرو. فالريشيو سكيل not only measures the magnitude of the difference between points on the scale but also taps the proportion of the differences، يعني نسبة الاختلاف برضو بورجينا اللي هو الريشيو. It is the most powerful of the four scales، عادة الريشيو أقوى واحد من كل أدوات القياس اللي ذكرناها سابقا، لأنه بنكلش من نقطة انطلاق عشوائية، لا بنطلق من نقطة اللي هي الأصلية اللي هي صفر. وأشهر مثال عليه اللي هي الميزان، اللي هي الميزان أو اللي هي درجة الحرارة. فلاحظوا الـ weighing balance ممكن يكون في اللي هي صفر، وعادة نقطة الانطلاق بتكون في الميزان من الصفر. فلما يكون واحد وزنه 250 باوندز،
It's twice as heavy as one with me with weight 125 pounds. فلاحظوا هاي الميزة. لما واحد يكون وزنه 250 بما انه نقطة الانطلاق تعيد الصفر فبقدر انا اقارن بينه وما بين شخص اخر. لانه اذا في واحد ثاني وزنه 150 معناته هذا ضعف وزن الشخص الاول. فال 250 وزنه مرتين وزن الشخص الاول اللي هو 125. فبقسم انا ال 250 على ال 125 بتصير النسبة 2 الى 1. فلاحظوا هنا من ناحية اللي هي الريشيو، من ناحية اللي هي الإحصاء، من ناحية اللي هي قدرتي على ان اعمل تحليل إحصائي، الريشيو سكيل بيكون افضل واحد من الأدوات القياس اللي ذكرناها. يعني كل ما انتقلنا من اللي هي الأول للأخير بتكون المزايا من ناحية إحصائية ومن ناحية تحليل إحصائي أفضل. فهذا مثال على اللي هي النومينال سكيل. لاحظوا your gender male أو female، your department اختيار الدائرة، إذا أنت بتشتغل بشركة، هل أنت بتشتغل في production أو sales أو accounting، finance، personal، research and development إلى آخره. فلاحظوا هنا إحنا بدنا نصنف اللي بيجاوبوا على الاستبيان داخل المجموعات ذكر أو أنثى أو مجموعة الإنتاج أو المبيعات أو المحاسبة إلى آخره. الأوردينال سكيل لا، الأوردينال سكيل بنطلب إن الناس إنهم يحددوا التفضيل تبعهم بناء على سؤال معين. Rank preferences using various brands of a product. ممكن تكون منتجات. بنطلب من الأشخاص إنهم إيش يحددوا مدى تفضيلهم لهذا البراند أو لهذا إيش المنتج. فمثال rank the following personal computers with respect to their usage in your office. Assigning number 1 to the most used system, 2 to the next most used, and so on. If particular system is not used at all your office, put a 0 next to it. يعني إذا في حدا أحد هاي الأجهزة مش موجود في الشركة اللي أنت بتشتغل فيها، حط 0 مقابل اللي هي الجهاز. فأنا أكيد بحب أكثر أجهزة أبل، راح أحط 1، وبعدها بحب اللي هي IBM 2، بعدها دل 3 وهكذا. إذا مش موجود عندي مثلا توشيبا بحط مقابلها 0. فهاي اللي هي مثال على الأوردينال سكيل. أنت بترتب الأجهزة الموجودة في المؤسسة عندك حسب تفضيلك الشخصي. هذا مثال على اللي هي الأوردينال سوري الانترفال سكيل، وحكيته اللي هو فيما يتعلق في بيئة العمل. فلاحظوا بالانترفال سكيل بكون في عنا مجموعة من الأسئلة ونطلب من الشخص إنه يجاوب على السؤال بناء على أداة تم تصميمها مسبقا. في هاي الحالة الأداة المستخدمة اللي هي لايكرت سكيل، اللي هي أداة قياس من 1 إلى 5، بحيث إنه 1 تعني strongly disagree، 2 disagree، 3 neither agree nor disagree يعني فيش تفضيل، و4 agree موافق، و5 strongly agree أوافق إيش بشدة. هلا بتصير لما تعبي الاستبانة تقرأ الجملة وبناء على درجة اللي هي موافقتك أو عدم موافقتك ممكن إنك أنت تختار الجواب اللي بلامك. فهي بسموها interval skill. آخر شيء حبيت أعطيكم مثال على اللي هي ratio scale. Ratio scale are used in organization research when exact number on objective as opposed to subjective. يعني لما بدك أنت رقم حقيقي دقيق
إذا إحنا هون لا نسأل عن إشي نوعي، بنسأل عن رقم كمي ودقيق. فلما أسألك مثلا عن دخلك الشهري، ممكن يكون صفر أو ممكن يكون مليون، فهنا بحط اللي هي الريشيو سكيل. لما أسألك عن اللي هي عدد سنوات الخبرة، ممكن تكون صفر أو ممكن تكون 15. ف how many other organization did you work for before joining this system؟ ممكن تكون صفر، أو ممكن يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة، عدد الشركات اللي اشتغلت فيها قبل ما إنك تشتغل في هاي المؤسسة. Please indicate the number of children you have in each of the following categories. في عندك اللي هي عدد الأطفال اللي أنت الموجودين اللي عند اللي أنت في عائلتك ضمن اللي هي الكاتيجوريز الموجودة في السؤال، مثلا below 3 years of age ممكن يكون الجواب واحد ممكن يكون صفر، between 3 and 6 نفس الاشي ممكن يكون صفر أو ممكن يكون اثنين أو ثلاث أو أربعة، over 6 but under 12 وهكذا. آخر مثال على الريشيو سكيل، how many retail outlets do you operate؟ ممكن يكون واحد، اثنين، ثلاثة، عشرة، 12,000 إلى آخر. هذا السلايد بورجينا اللي هي الفارق ما بين الأربع scales nominal, ordinal, interval and ratio. طبعا في عنا اللي هي الهايلايت من خلال اللي هي difference, الorder, distance والunique origin. بعدين معايير قياس النزعة المركزية measure of central tendency أو tendency, measure of disturbance اللي هي أدوات اللي بنقيس فيها التشتت في الإحصاء، وآخر إشي اللي هي some test of significance. هنا راح نحكي عنها شوي في جابتر الأناليسيس اللي بتحكي عن كيفية قياس اللي هي المدى دقة الفرضية ومدى ثبوتها من ناحية إحصائية. أول شيء اللي هي النومينال سكيل، إذا تلاحظوا اللي هي الديفرنس يس، لأنه بورجينا فرق بين ذكور وإناث. فيش أوردر، نو أوردر، قلنا فيش ترتيب يا ذكر يا أنثى. ديستنس ما فيش الفرق بين واحد واثنين، ما بنحسبش الأرقام، تستخدم هون فقط لعملية اللي هي التمييز ما بين التو كاتيجوريز ذكور وإناث. فيش يونيك أوريجين، قلنا اليونيك أوريجين بوينتس بس موجودة في سكيل واحد اللي هي الريش اللي هي الصفر. الإشي الوحيد اللي بنقدر نعمله في النومينال سكيل من ناحية إحصائية اللي هي المود. المود أخذتوها في الإحصاء اللي هي بتقيس الشيء الأكثر تكرارا ذكور أو إناث، frequency يعني التكرار. إذا بدي أفرق ما بين الذكور والإناث ممكن أستخدم اللي هي تيست بسموه كاي سكوير، راح نحكي عنه لاحقا. الأوردينال بورجينا الديفرنس بين تو كاتيجوريز يس، وبرجينا ايضا الاوردر ترتيب. الديستنس ما بين قطين زي واحد واثنين او ثلاثة واربعة ما لهاش معنى، نو. وفيش يونيك اوريجين بوينت، هنا بنستخدم اللي هي الوسيط الميديان، يعني واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة، الوسيط في هاي الحالة بيكون ثلاث. معايير التشتت سيمي انتركوارتايل رينج اللي هي المدى، ومن ناحية اللي هي التست ممكن نعمل إيش بيسموه رانك أوردر كوريليشن اللي هي معامل الارتباط بخصوص اللي هي الرانك الترتيب. الانترفال ممكن يكون في عنا distance yes، والorder yes،
والديستانس يس، الشيء اللي مش موجود اللي هي بس اليونيك اوريجين. وهون بنقدر نعمل اللي هي الارثمتيك مين اللي هي الوسط الحسابي في الميجر اوف سنترال تندنسي. من ناحية dispersion ممكن نحسب الفارينس، ممكن نحسب ستاندرد ديفيشن، ممكن نحسب كوفيشنت اوف فاريشن. وهون بصير عندنا اللي هي السيجنيفيكانس، انه الفرضية مهمة من ناحية احصائية او غير مهمة. في عندنا تيستس مشهورة في الاحصاء اللي هي تي واف، رايحين نحكي عنها في تشابتر 13. ريشيو كل شيء موجود، ديفرنس موجود، الاوردر موجود، ديستنس موجود، اليونيك اوريجين بوينت موجودة. وفي نقدر في معامل اللي هي الميجر اوف سنترال تندنسي نحسب اللي هي الارثمتيك اور جيومتريك مين، الوسط الحسابي. وبالميجرز اوف ديسبيرشن تشتت نفس الشيء، ستاندرد ديفيشن، فيريانس، كوفيشنت اوف فاريشن. وكمان في التست اوف سيجنيفيكانس ممكن نستخدم تي او اف. فلاحظوا كل ما انتقلنا من اعلى الى اسفل قوة السكيل بتزيد، وقدرته من ناحية اللي هي التحاليل الاحصائية بتكون اعلى. اخر شيء في هاي المحاضرة راح ناخذ اللي هو الاكسرسايز. راح اعطيكم اللي هي جملة ورايحين مع بعض نحاول نفكر نشوف انه هاي هل هي تقاس من خلال ordinal scale ولا nominal scale ولا ratio scale ولا interval scale. على سبيل المثال لو حكينا اللي هي الجملة الأولى: the number of downloads of different band songs on iTunes، عدد اللي هي تحميل الأغاني لفرق موسيقية مختلفة من خلال تطبيق iTunes على الآيفون. شو رأيكم؟ بما إنه ممكن يكون الداونلود صفر، أو ممكن يكون 100 مليون داونلود لمية مليون أغنية، معناته هذا راح يكون ratio scale. The name of the bands that were downloaded، أسماء الفرق اللي تم تنزيل أغاني لإلها. بما إنه في name إذا بنحكي عن nominal scale، nominal. The position in the iTunes download chart، هنا بنحكي عن position، إذا في هون ترتيب. أوكي، ترتيب الأغاني من ناحية اللي هي الشعبية. بما إنه في ترتيب معناته بنختار ال ordinal scale. The money earned by the bands from the download، بما انه بنحكي عن exact number، رقم فلوس. Objective measure مش subjective، معناته مباشرة الجواب راح يكون ratio. The weight of a drug bought by the band with their royalties، الفرق الموسيقية الأجنبية دائما بيستغلوا الفلوس اللي بتيجي من الأغاني عشان يروحوا يعملوا مخدرات. فلما نيجي نحكي عن الوزن، المخدرات اللي اشتروها بالفلوس اللي لموها من الأغاني، نحكي عن ويت. والويت حكيت لكم مثال على ratio scale. The type of a drug، نوع الدرج bought by the bands with their royalty. type يعني بنحكي عن نوع، وبالتالي بدنا ممكن يكون هناك عدة أنواع والشخص بدي يختار نوع معين، فهنا بنحكي عن nominal. Phone numbers that the bands obtained because of their fame، أرقام التلفونات اللي حصلوا عليها المغنيين نتيجة للشهرة تبعتهم. Phone numbers ممكن نعمل عليها عمليات حسابية؟ لا. ممكن نعمل عليها عملية ترتيب؟ لا، هي مجرد أرقام وبالتالي وملهاش أي معنى من ناحية رياضية، فهاي بدها تكون فقط nominal. The gender of people given the bands their phone numbers، gender برضو ايش، ذكر او انثى، بده يكون nominal. Instrument played by the band member، انواع اللي هي الالات الموسيقية المستخدمة، nominal. The time they had spent learning to play their instrument، بما انه ممكن يكون time zero او عدة ساعات او عدة ايام، فهذا راح يكون ريشيو. يعطيكم العافية.